فيهما آلهة إلا الله لا فسادتا. هذا نص قرآني مرتبط بإثبات التوحيد. نعم. ومن أهم أدلة التوحيد توحيد الله، مو إثبات وجود الله، توحيد الله، هو أن هذا العالم لو كان فيه آلهة مدبرون متعددون لكنت تجد الانسجام أو لا تجد الانسجام. لماذا؟ لأنه لذهب كل إله بما خلق، فإذا يقع هناك تشاكس وتصادم أو لا يقع؟ نعم يقع. هسه قد يقول الأخ ممكن يكون اتفاق. الجواب أحسنتم هذا احنا نحن أشرنا أبلي أشرت إليه مفصلا في بحث شرح النهاية مولانا عندما وصلنا، قلنا الجواب هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن هؤلاء الآلهة يعمل كل منهم على شاكلته، لا يمكن أن يعمل شخص وهو إله على شاكلة ماذا أو يتنازل عما يريده. لماذا أنت تتنازل في قبال الآخر عما تريد؟ لأنك قدرتك تستطيع أن تحملها على الآخر أو لا تستطيع؟ لا يمكنك. أما إذا كان هو إله مستقل إذن هو يحتاج إلى الآخر أو لا يحتاج، فلماذا يتنازل له؟ هذا التمثيل تمثيل خطأ. أنا وأنت قد نتفق لأنه لا أنت تستطيع أن تحملني وتكرهني على ما تريد، ولا أنا أستطيع أن أكرهك على ماذا؟ على ما أريد. فالنتيجة ماذا نصير؟ ها؟ صير 50-50، نجلس ونتفاوض على القضية كما في أما إذا أنت افترضت إله، يعني ماذا إله؟ يعني قدرته مقيدة ومطلقة. أي منهم؟ في البحث لابد أن يكون أحدهما مقيد. أجزاكم. إذن إله أو ليس بإله؟ إذن ليس بإله. إذن لا يمكن فرض تعدد آلهة حقيقيين ومع ذلك يتنازل بعضهم ماذا للبعض الآخر. ولذا الآن أنا